السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. سنقدم لكم في هذا الفيديو إن شاء الله طريقة تغيير حساب جيمايل الخاص بتطبيق لاسينسيس أو موقع لاسينسيس في جوجل بطريقة سهلة جدا. في البداية نقوم بإدخال رقمنا الوطني الخاص بلاسينسيس ثم الرقم السري. كما يمكنني الاطلاع على مساري المهني من خلال الاطلاع على عدد الأيام الذي يقوم المشغل بتصريح بها منذ أول يوم قام به أول مشغل تصريح. يمكن أطلع جميع عدد الأيام. هنا كما تلاحظون كل نلاحظ السنوات التي قام المشغل بتصريح بها والفترة الأولى التي قام التصريح بها أول مشغل إلى آخر فترة التي قام المشغل التصريح بها. كما يمكنني معرفة مجموع عدد الأيام المصرح بها الضغط عليها. الآن أذهب إلى بياناتي من أجل تغيير الجيميل الخاص بهذا الحساب. أقوم بالضغط على المعطيات الشخصية. للإشارة لا يمكنني تغيير بعض المواضيع الشخصية كالاسم، تاريخ زياد، رقم البطاقة الوطنية. يمكنني فقط تغيير معلومات التواصل والمعلومات المصرفية فقط. سأقوم بالضغط على معلومات التواصل وسأقوم بتغيير البريد الإلكتروني الخاص بهذا التطبيق وموقع لاسينسيس. كما يمكنني الذهاب مباشرة إلى أقرب وكالة لاسينسيس وتغيير المعلومات مباشرة. كما تشاهدون هناك في الخانة الأولى البريد الإلكتروني القديم، وسأقوم بإدخال البريد الإلكتروني الجديد في الخانة الثانية وسأقوم بتأكيده في الخانة الثالثة. بعد ذلك سأتوصل برسالة من أجل تأكيد البريد الإلكتروني، وبهذا سأكون قد أتممت تغيير البريد الإلكتروني. كما يمكن الاطلاع على جميع التعويضات الخاصة بي من خلال الضغط على تعويضاتي ومعرفة المعاش الذي سأتوصل به عندما أصل السن القانوني للمعاش. إذا كنت وصلت عدد الأيام القانوني، إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر إعجاب. وشكرا لكم وإلى اللقاء في القادم إن شاء الله.